بصفة نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حذف حساب ميسنجر، قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى أسفل والضغط هنا على تطبيق ميسنجر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ميسنجر، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ميسنجر. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.